السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة احنا في المحاضرة الثالثة من دورة المكس المعماري، وقفنا المرة اللي فاتت عن عمل الدور الثاني والسطح والبلكونات، تمام. وقلنا هنعمل النهاردة البيبان والشبابيك والحاجات الناقصة، تمام. خلونا بس الأول نبدأ بالشبابيك اللي تحت، تمام. خلونا نبدأ بالشبابيك اللي فوق الأول. خلونا مثلا نبدأ بالشباك ده، تمام. وأنا عاوز بس أغير لون الحيطان، تمام. هنعمل الشباك ده ازاي يا جماعة؟ هنيجي كده نعمل بلين ونقول له اوتو جريد عشان يرسم على المجسم اللي احنا واقفين عليه، ونعمل السناب. لا كده مش مظبوط. بالظبط كده، تمام. وندوس F4، نيجي في اتجاه الاكس، ندخله سنة لجوه ونلغي كل السيجمنت دي، تمام. نحوله اديتابل بولي. ديتا فربولي ده يا جماعة أكيد طبعا انتوا عارفينه. هنيجي على البولينجن اللي قدامنا ده، تمام. وهنقول له انسيت، طبعا انتم ملاحظين معانا التأثير. نيجي مثلا نعمل انسيت بالقيمة دي، نقول له ابلاي. ممكن نعمل انسيت تاني، نقول له اوكي. بعد كده نيجي على اكسترود، نعمل اكسترود لجوه شوية، وليكن بالشكل ده مثلا كده، نقول له اوكي. ونيجي نمسك الاضلاع دي نعمل لها كونكت بالشكل ده، ودول نعمل لهم كونكت. هنيجي نعمل سيلكت لده وده وده وده، نعمل لهم شامفر بالشكل ده كده، ده اللي بيتحكم في عدد السيجمنت، تمام. وده اللي بيتحكم في حجم الشامفر. قوله اوكي. ممكن اقول له اكسترود، نرجع كنترول زد، نعمل اكسترود بالشكل ده كده، تمام. نقول له اوكي. نيجي نعلم على البوليجونز دي كده، تمام. نعمل لهم اكسترود،
جوه بالشكل ده كده، نقول اوكي ونيجي زي ما قلنا نعلم على البوليجنز دول، نقول له ديتاش اوكي على اساس ان هما يبقوا اوبجكت لوحدي بالشكل. تمام كده يا جماعة، احنا عملنا ديتاش للمجسم ده على اساس ان هو يبقى لوحده، وهنديله برضو لون لون تاني عشان نعرف نفرقه عن بعضه. تمام، ونيجي نشوف الشبابيك اللي هتبقى تحت هنا. طبعا انت لو عاوز تعمل شبابيك تبقى سبيشال لحد ما، تمام، انت ممكن تستخدم موديلات جاهزة مجانية عن طريق الموقع ده اللي هو archive3d.net. عندك هنا الكاتيجوري كلها، في كل حاجة ممكن تتخيلها. تمام، طبعا احنا ممكن ندخل في الكاتيجوري مثلا بتاع دورز ويندوز. تمام، هتلاقي عندك اشكال كتير جدا للشبابيك والأبواب، أشكال إلى ما لا نهاية. تمام، تقدر تختار منهم اللي انت الشكل اللي انت عايزه. فاحنا مثلا لو بندور على شكل شباك، ممكن مثلا ندخل هنا بالشكل ده كده ونشوف مثلا، لا مفيش حاجة كويسة. مفيش حاجة، ممكن نشوف اللي احنا فتحناه ده، بس ده لا متهيألي مش لذيذ. ممكن برضو نحمل ده عندنا نشوفه،
ده برضو نشوفه ممكن نستعمله كباب للبلكونة، شكله جميل بصراحة. بس متهيألي لا ده ما ينفعش باب البلكونة. ماشي، احنا نشوف اللي احنا نزلناه. نقوله امبورت، نروح على الموديل، نقوله اوبن كونفرت يونت، نو نقوله، ممكن نقوله جروب سكيل، ممكن نيجي هنا على العراق نقوله effect pivot only center to object. بس هو هنا ايه، مش عارف هو فين بالظبط، بس انا عاوز امسحه ادخله تاني. اقول له convert unit سكيل، الشكل ده كده. ونجيبه كده يا جماعة، سكيل بالشكل ده كده. بس هو عاوز يتظبط، ممكن نعمله جروب الشكل ده كده وندوس اف 4. تمام، ممكن ننزل بيه كده. بعد كده ممكن نحط عليه موديفاير FFD3،
control points.
طبعا يا جماعة بالنسبة للشبابيك اللي على الجنب دي واللي ورا هنرجع لها بعدين، عايزين الأول ناخد نسخة من الشباك ده كده، نلفه 90 درجة، ناخده هنا كده نعمل له سكيل ليكون بالشكل ده، تمام كده يا جماعة. نيجي بعد كده عاوزين نعرف ازاي نعمل الشباك اللي هنا، تمام هنعمله ازاي؟ هنيجي نعمل دي ايسوليت كده بالشكل ده، ونيجي على شيبس نعمل ارك، نشغل السناب بالشكل ده كده، تمام السنة طبعا الارك حوله لتابل سبلاين، وطبعا الارك انا عاوزه يبقى جوه شوية، فطبعا ما ينفعش نقوله جوه او ما ينفعش ارسمه من هنا لان ما فيش نقط اعمل سناب عليها من هنا. فهعمل ايه؟ هعمل سيلكت كده واعمل اوت لاين لجوه بالشكل ده، تمام واجي اعمل سيلكت للعنصر ده وامسحه، وده 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 وده، واديله اكسترود بالشكل ده كده، وازوده شوية تمام، ادوس F4 واجي احاول اوديتا بولي، واجي هنا كده اعمل لدول
الخميسات. الشكل ده كده تاني مرة والله. والله باجي على القلعة دي كده واقول له كونكت، تمام. لا سوري، راجع على دول كده اقول له كونكت سيجمنت وليكن بالعدد ده مثلا، اقول له اوكي، واجي اعمل سيلكت البروجرامز دي كده، شيفت كنترول وشيفت الشكل ده كده، واجي على الت واشيل البروجرامز دي كده بالشكل ده، واقول له اكسترود لجوه بس مش قوي كده الشكل ده كده. انا كده اقول له لا سوري، كده اقول له شنفر بس انا عاوز اعمل معاه سيلكت كل دول كده، تمام. الشكل ده كده سترود بالشكل ده كده اقول له اوكي، واجي على بوليجنز بس انا متهيألي شكلها كده مش لذيذ، ممكن اجي على بوليجنز بالشكل ده اعمل لهم سيلكت تمام، اقول له اكسترود
الشكل ده كده اقول له اوكي، اقول له دتاش اوكي كده. بعدها عندنا عنصر لوحدي بالشكل ده كده، تمام. ممكن ناخدهم هما الاتنين كده كوبي تحت، الشكل ده كده تمام. وبالنسبة للشباك اللي هنا، هاجي برضو هنا هعمل ايسوليت، هاجي اعمل لاين، شغل السناب الشكل ده كده واعمل له كونفرت اديتابل سبلاين، واقول له سلكت كله، واقول له اوتلاين لجوه الشكل ده كده، واجي امسح دي ودي ودي ودي، ودي له اكسترود والغي الايسوليت، تمام الشكل ده كده، واقول له كونفرت اديتابل بولي، واعمل سيلكت لده وده، واقول له اوتسيت او اعمل سيلكت ده لوحده او الاتنين مع بعض، واقول له انسيت باي بوليجون كده، هيتعامل مع كل بوليجون لوحده، واقول له اكسترود لجوه باي بوليجون برضو، تمام بالشكل ده كده. واجي اعمل سيلكت للضلع ده وده، اقول له كونكت بالشكل ده كده، وهنا برضو هعمل سيلكت للضلع ده للضلع ده، واقول له كونكت بس عاوزين هنا الاول نعمل سيلكت لده، زي ما قلنا يا جماعة عاوزين نعمل سيلكت ال HD وال HD عشان نعمل بينهم كونكت، تمام. بس هو ايه، ممكن نجرب دول، ونعمل سيلكت لدي ولدي، ونعمل كونكت. سيظهر في مشكلة معينة، تمام كده، نقول له اوكي. نيجي هنا ونعمل كونكت برضو، نقول له اوكي، نعمل كونكت برضو بالشكل ده، نقول له اوكي. هو عمل في جنب واحد بس، خلينا
نعمل لها ايسوليت. فاحنا نجرب هنا. عايزين نعمل كونكت. تمام كده، نقول له اوكي ونيجي على الايدجز دي كده. عشان نعمل لهم شامفر. الشكل ده كده نقول له اوكي. نيجي نعمل سيلكت البوليجونز دي كده بالشكل ده، نعمل لهم اكسترود الشكل ده كده، نقول له اوكي، نلغي الايسوليت نعمل لهم ديتاش، ندي الأوبجكت لون تاني عشان تبقى عندنا بالشكل ده. تمام تمام كده يا جماعة. كده عاوزين نعمل ايه تاني يا جماعة؟ عاوزين بس نغير اللون ده، نخليه لون فاتح كده. تمام، هنا برضو عايزين نعمل فوق ديكور بسيط قوي كده. تمام، هنا في الحتة دي على اساس يدي شكل جميل للسطح، فناخد منها كوبي كده. تمام، ونحاول اديته بالبولي، ندوس في 4 نيجي كده تمام. وندوس ديليت، مش هتبقى عندنا إلا الجزء ده كده. نيجي نروح منزلينه كده وليكن بالشكل ده، ونيجي على بوليونز ونقول له انست بالشكل ده كده، ونقول له بيفل مثلا كده بالشكل ده كده. ابلاي، لما نقول ابلاي هو كده بيعمل لنا بيفل تاني يا جماعة بالشكل ده كده، اساس ان احنا نعمل ارك بشكل جميل. نقول له ابلاي ونعمل واحد تاني بالشكل ده كده، ونقول له اوكي وننزل بيه كده. لا سوري،
ممكن نديله لون غامق حاليا، تمام تمام طيب كنا عاوزين نعمل ايه تاني؟ عاوزين نعمل باب، تمام، في الحتة دي كده اللي هو باب ال باب البيت. بس انا اللاين ده هنا كده انا عايز امسح النقطتين دول واخليه كده، تمام. عاوزين باب. طب هنيجي كده، في هنا الحقيقة ابواب كتيرة جدا حلوة، نمشي معاها كده. شوف ده برضه، عشان احنا عاوزين باب الفيلا، وعاوزين باب البلكونة برضه. للأسف ده ما ينفعش ولا ده. كان في باب هنا برضو، الباب ده برضو جميل. جميل أوي الباب ده، حمله عندنا. ونشوف برضو، ممكن نشوف ده باب بلكونة مثلا. جميل أوي الباب ده برضو، ممكن ينفع للبلكونة. سيتراكت تو نيو نيلو بورد. اوكي، ودي الباب دخل عندنا بالشكل ده كده. ممكن نعمل له سكيل. نلفه 90 درجة، الشكل ده كده.
هو كده صغير اوي، احنا ممكن نعمله جروب ونركنه دلوقتي. عاوزين ندخل الباب التاني، ودي الباب التاني دخل عندنا، نعمله جروب، نعمله سكيل بالشكل ده كده. نكبره شوية بالشكل ده، الحقيقة هو شكله جميل جدا. ممكن بس نعمل F4، ممكن نجيبه هو والحيطة دي، نعمل كده. الشكل ده كده طبعا عاوزين نسد الجزء ده، فممكن ناخد نسخة من ده كده. تمام، تمام. نيجي نروح مدخلينه جوه بالشكل ده كده، ممكن نعمل له سكيل ممكن نعمل له اكسترود. بالشكل ده كده تمام، ونيجي نعمل له convert editable spray editable poly، ونيجي على ال vertex اللي عنده، نعمل لها snap وليكن على ال vertex دي، نيجي على الفيرتكس دي نعمل لها برضو سناب وليكن هنا، يبقى بالشكل ده. جميل جدا بصراحة. تمام، وبالنسبة لباب البلكونة الحقيقة ممكن نعمل سكيل بالشكل ده كده، تمام.
ممكن ناخد نسخة من دي كده هنا، نقول له اوكي، ونيجي نقول له convert to editable body، وهنقول له ال vertex دي عاوزينها كده بالشكل ده. نيجي يا جماعة، احنا نزلناه تحت شوية، ممكن نروح جايبين دول رافعينهم فوق بالشكل ده كده، تهيألي الباب عاوز يرجع لورا شوية، صح كده، والبلكونة عاوز تيجي كده سنة، تمام. تمام، طيب احنا هنقف لغاية هنا في الدرس ده، ونكمل الدرس القادم ان شاء الله. اشوفكم في الدرس القادم.